재미

ديال الشفرة و لي اللي بالحساب اللي ما بلا بالحساب فوالا دونك الحمد لله لا جوستيس في سون طرافاي كان دخلوا بالتمتم في الحبس واحد جي جو هكذاك دخل الحبس و كنا في, في وقت رمضان و جي 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 كيما نقول لك سوبي لا بريسيون ديال لا فامي ديالو كانوا يتصلوا بيا كانوا يعيطوا لي وكيف دير تنازل وما شحق عليك وعندو لي جوستيفيكاتيف كان يقدر يعطيك كاع لي ديبونس ديالك المهم خليناه خليتو واحد شهر هكذاك و بعد شهر عندي مرتو ديريكتومون مرتو قاورية بدات الهجره دخلت في الدين الحمد لله وبدات طلب بدات تبكي عيطت لي واحد الجمعه في الصباح في الفجر وقال لي لي c'est asib el halla khallik ou il justifier tout il a mis une caution auprès du avocat auprès de la l'ordre du barreau un virement de 60 ou 70% de la solde de 150 millions de 2021 ce qu'il a pris en 2021 on lui a on lui laisse deux mois il justifie il audi des flous dialo on va demander le smah ma justifie حتى يكمل الفلوس ديالي و... ويستعرف قالت لي صافي وحنا حنا مسلمين وتما نخاف من ربي وكل شيء قلت صافي واحد يخاف من ربي انا ما من نخافش منه مشينا هكذا درت له تنازل خرج خليت له شهر شهرين ثلاث شهور صيفط لي واحد جوستيفيكاتيف في ما فيه والو فيه 4 ملايين وفي دي حساب اللي كانوا جا داخلين في الحساب الاولين لي فاكتور دوبلون ما لا يطلب له الفلوس ديالي بدا يرجع لي انا شفار انا حقار انا ظلمتو وصافي أه شو هكذا كان وقع واحد المشكل لقينا واحد المشكل كبير أه كان هاك السيد هذا كان يسلف الفلوس على بسميتي كان يروح عند الناس كان يقول لك سعيد محتاج 10 ملايين وما عرفش كيف يطلبها لك حشم ولا تقدر تعطيها له كيجي ان شاء الله يقضي الغرض هذا السيد هذا كان خس ما فراسش وانا السيد هذا كان احسن ما بيناتنا كنت كان خصو يخلص لك راه جا لواحد المحل جالي رحت ليه قلت له استاذ واش خصك الفلوس ولا يقول لي لا موجود الحمد لله نقول لك خصك تخلص لي ديالي اللي خليك هكا كلشي خالص كان حساب حتى خصك تعطي لي الفلوس. قلت له لا ما يمكنش ملي شفنا هكذاك وشفنا هضرنا هكذاك ولقينا بلي لقينا داك 10 مليون هذيك ما فراسش وما فراسوش بلا ما كنت عارف لقينا لقينا داك السيد هذاك طالوا طالوا شك مزور ديال الكليون طالوا شك باش باش يصبر عليه علي, علي نايز و لقينا وكو 2020 40 مليون لقيت جي لا بروف بلي يحي ليا 20 مليون ديال الديوانه نالي كومونديت لي غازون ديال لي كان لاكور مع لا تركيا و المغرب تمخلص للديوانه وقال لك خصك تخلص 20 مليون ثلاث شهور قلت له انا ما نخلص خلصت تملين تاع السطوكاج ومع الاخر كي شافني ما بغيتش نخلص قال لي سي بونيفريتاب ب 1000 درهم تاع التمبر انا يعني خرج لك على الوالي ديالي كان عنده معرفه ملي وقع المشكل من شال الحبس عيط للوالي ديالو باش نطلب له السماح انا واحد اللي تخلي ولدي في الحبس عيطت له قلت له الحاج بغيت نهضر معاك و... وقلت لك على ولدك راه في الحبس على على حسابي وقال لي علاش نهار اللي قلت له حكيت له قال لي قال لي شوف حقك فلوس ديالك ما ما خليه حتى يرجع لك فلوس ديالك حقك الاخر وقلت له ميرسي بور لانترفونسيون فو زافي في بور قال لي لا جي ريان في انا انا ما لاحظت واحد انا رانا في ناظور ونعرف حتى واحد سما كان يكذب عليا كان يكذب عليا من نهار الاول من نهار الاول قال لي فوالا عندي مسيد معنا ومر تاع عندنا مسيد الطونوبيل ديالي هذيك تاع ما خلصهاش وطاطاتي نهار الاول دخل عندي هو كان داير حسابه باش باش يشفرني و دار واش بغا الحمد لله ربي ما ما بغاش وحشموه فتحوه وابخي لي الناس لي زوتوريتي هادو كي في لو طراواي بحال راك اف بي اي داروا طق 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 دخلوا في الحبس ونا لي ثلاثه اللي قالوا لي ما ديرش تنازل وراك يكون ذلك وانا جو فولي با برون لو ريسك د نظلم شي واحد قلت له خليه يخرج شهرين هادوك ونشوفوا الحساب الحمد لله انا ما ظلمتوش هو اللي لي كلا هذاك كان كان محسوب عليه

هنا تهضر مع السيد هذاك ماشي زعما كي بوليس لاخر تم تم يهضر معاك و... ويحيد لك لاكلاص هذيك اللي كان عليك شغل ي... يدخل معاك في الموضوع باش يشوف لك الحل ديال باش يفتح لك الحل ديالك توا وبحال ما يعرفنيش بحال ما ماشي مغربي وبحال كلشي يا با ديفيرونس يا با ديفيرونس بحال مغرب. مغربي و مغربي مغربيين مع داليا و هم اي سون فينو دو كوتي دو حق و, و... اي سا Euh, je ne pourrais jamais laisser quelqu'un qui qu'il n'y a pas de justice au Maroc jamais parce que et je ne pas les Kouchi les dans ma famille un élément dans la famille de ma femme il y a quelqu'un qui connaît personnellement le roi et Alhamdoulilah on n'a pas fait intervenir personne, il n'a appelé personne au Kouchi où le, le policier policier le commissariat le commissaire quoi ils ont fait leur travail euh, d'une manière très lâche euh, j'ai eu peur je me suis dit que c'est pas possible déjà au hamdoullah et là quand on a j'ai fait la, 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 la deuxième la deuxième euh, euh, plainte pareil ils sont très réactifs ils font leur travail euh, minutieusement le ils chauffent les preuves les éléments chaque il n'y a rien qui peut se retourner contre, contre, contre moi. Et là, maintenant, on attend le deuxième, le deuxième, la deuxième audience avec le deuxième jugement. Et que ce soit mon avocat, ou là, que ce soit euh, les policiers, ou là, que ce soit le Wakil Malik, très à l'écoute, très réceptif, ou Alhamdoulilah. Franchement, euh, il voilà, faut faire attention, il ne faut pas faire confiance à n'importe qui. Et, mais si quelqu'un est dans le Maghreb, c'est le Merci là où franchement euh, le Maroc et surtout Marrakech vous êtes une terre d'accueil c'est ma librairie des tijeras librairie des légères librairie et des vacances librairie et j'ai l'installe sa famille en sécurité c'est beaucoup de personnes que les le Maroc mais surtout Marrakech et c'est grâce à cette sécurité, il grâce à la justice, grâce aux policiers, les en grâce aux officiers, les commissaires, le la justice, que on se sent tellement bien qu'on se sent mieux que dans un pays, il y a un Réchnaf, a France à à Paris, Marseille couché.

non, le Marrakech, parce que Marrakech, je suis là à Marrakech. La gestion de Marrakech, elle est. C'est un, un pays où il y a la liberté. Le musulman, non-musulman, le... soit qui est juif, ne pas juif, soit qui. est jeune, le vieux, le retraité, pas le retraité, le... tout le monde s'entend avec tout le monde. ne ramène pas de problème au maïl. Je ne suis pas de

وكان يصيفطوا له الفلوس باش باش يقضي الغرض باش نتعاونوا مع الناس باش يعيدوا كل شيء اما ما فهاد الشيء هذاك شكيت اللي ما دارهاش كنت نقول انا موج واحد كي واحد يعطي لي زعما تك 100 يورو باش يتعاون باش بوغ دي فامي وكل شيء خصنا نصيفطوا تصويره باش يكون مقنع باش هكذا يزيد. باش ما نخليش الشيطان ديالو يقول لك لا ما دارش داهم في جيبو وكل شيء

كان تخاصمني مع الشركات الكبيره اللي كنا خدامين مزيانين و نطراف دي غون جران دي غون زيكيبمون سبور دي ان غون اكيبمون سبورتيف تخاصمني معاهم الشركه كبيره اللي حدانا تخاصمني معاهم دار واحد ان ايفينمون كان يقول لي في, في, في كورونا كان يقول لي ايا نديروا العرس انا نقول له ممنوع يقول لي لا كان تعرف انا نقدر نديروا قلت له لا ما نديرش يقول لي علاش تخاف قلت له ماشي ما نخاف انا نديف شو انا فيتي ولا شو انا فيتي و جامي نحس بروحي بلي راني بحال داري هنا عندي داري هنا بصح جو سو انا انفيتي خلاو لي عطاو لي لا كارت سيجور عاون تعاونوا معايا الدراري اللي خدامين معايا تعاونوا معايا لي زوتوريتي تعاونوا معايا الكليون وانا نجي تا ندير بحال الجيل ديالي هنا ما نديرش ما نديرهاش قلت له اقسم بالله ما نديرها راح دار في الطاهر دار ان ايفينمون دار ان ايفينمون جاب واحد ان ارتست رابور هكذاك جاو لي زوتوريتي سدونا شهرين وما فراسيش وما قالهاش ليا شهرين سدو دار سال دو ماريج ديالي سافدير كاين شي ناس كانوا دايرين كان ينوي باش يتزوجو في هاديك الوقيته شدينا العربون وما قدرناش نديرو العرس ديالهم توا هداك الشيء هذاك حتى واحد اللي غير هو والاخرين ما ماشي مشكل سا سا ماشي با سا ولا غتسدو لي شهرين للكومبلكس وانا لا ماشي شهر الكومبلكس شهرين لا سال دو مارياج وانا ما كنتش عارف حتى نسعى الملاكا كيف راسك المشكل هذاك واش المشكل اللي كان لا قال لك لا شهرين وقال لي وقع مشكل الغابور هذاك قال لك ما ما بغاوش على جال الغابور دار 15 جور دو فارماتور وحنا كنا قال لك حنا درنا لي ترافو ما كانش عندنا المارياج واحد شهرين تيكذب في كل شيء وكاين يخزف فيك هكذا كيخزف فيك كيحل عينيه يقول لك والله العلي العظيم وتجيب لي القران وانا الاخر وانا ما شفر وانا دانان خابيت الوالد ديالو قال لي شوف واخا ولدي زعما ناقلش عليه واحد اللي يدي الحق تاع الناس احنا ماشي ديال هاد الشيء هذاك كيك خصو يتربى واش اللي طلبنا لا جوستيس وان شاء الله ربي تا دخلوا الحبس باش تربى يرجع ايه للطريقه مزيانه ان شاء الله اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله